تاني مسلسل كان عندنا بعد الاختيار اعتقد الفتوه، من المسلسلات اللي محدش واخد باله منه بس محقق نسب مشاهده كبيره جدا جدا جدا، وكمان مع الطبقات البسيطه ومع الناس اللي متعوده على فكره البحث عن حد يجيب حق المظلومين او الفتوه. بس مش عامل كلام كتير على السوشيال ميديا. مش عامل كلام كتير ولكنه عامل مشاهدات كبيره. حلو. وانا دايما بفرق بين فكره السوشيال ميديا، الحاله الجدليه اللي بتحصل على السوشيال ميديا، وفي ارض الواقع ان يبقى المسلسل اللي عامل مشاهدات. نسبه البحث على جوجل على الفتوه عاليه جدا جدا جدا، الناس البسيطه اللي بتتكلم على في يعني في الشغل وفي المقابلات بيتكلموا عن الفتوه، والمسلسل عامل حاله كويسه جدا.